بسم الله، واحنا شغالين على برنامج الاوتوكاد بنستخدم حاجه اسمها اوبجكت سناب عشان نعمل تجاذب العناصر. خلينا مثلا نكتب ريكتانجل مثلا، ده مستطيل هو مرسوم. لو انا عايز ارسم مثلا من نص الخط دوت لنص الخط دوت، فمهما حاولت ان انا ارسم بالظبط مش تيجي معايا، فانا محتاج حاجه تساعدني تخليني اختار من النص. ممكن ادوس شيفت ورايت كليك واختار ميد بوينت، وابدا اختار من هنا ميد بوينت. شايف علامه بتاعت الميد بوينت؟ علامه مثلث كده. لو انت جيت تختار هنا من الاند بوينت هتلاقي علامه مربع. لو دوست رايت كليك كل حاجه محطوط العلامه بتاعتها زي ما انت شايف. طيب خلينا اقول له ميد بوينت، واجي من اختار ميد بوينت واروح هناك وادوس شيفت واقول له ميد بوينت وابدا ارسم من نصين. طيب انا عايز اسهل على نفسي ومش كل شويه ادوس رايت كليك، هاجي هنا تحت خالص هتلاقي حاجه اسمها سناب. لما تدوس على القائمه تلاقي دي الحاجات اللي متفعله معاك. فلو انت فعلت ميد بوينت وبعد كده جيت ترسم لاين هتلاقي هنا متفعل معاك جاهز اهوت، وده جاهز اهوت، وده هيتفعل معاك لسبب ان هو ميد بوينت واند بوينت في نفس اللحظه. يعني ده نهايه الخط دوت ونص الخط دوت. لما تيجي تبص هنا في القائمه ديت هتلاقي ان هو مديك اند بوينت نهايه الخط، ميد بوينت، سنتر، نص دايره. يعني لو انا عندي دايره اهيت خلي الدايره مثلا هنا، مثلا من هنا لهنا. عايز ارسم بقى في نص الدايره ديت، خليني اعمل مثلا موف من هنا لهنا زي ما انت شايف، بتساعدني كتير قوي. لما اجي ارسم لاين اقرب بس من هنا هيبدا يرسم لي في نص الدايره، رغم ان انا بدوس على الخط بس هو هيرسم لي بدايه الخط من نص الدايره ديت. تمام. طيب عايز ارسم هنا في الحته ديت، فهاجي اقول له انا عايز ارسم مثلا كوادردنت، فيبدا لما اجي ارسم اللاين خلاص فعلت او رايت كليك. تمام. شيفت كنترول كليك هيجيب لك القائمه دي، تختار منها مثلا ديت. طب انت عايز المماس هتلاقي برضه عندك المماس هنا. هتلاقي تانجت ونقول له عايزين نرسم لاين من هنا. مماس للدايره ديت. تقدر ترسم مثلا نقطة معينة، انسيرت العنصر موجود، نيرست اقرب نقطة ليك. كل الحاجات دي تسهل لك. تمام. ممكن تقول له فروم، يعني انا خلينا مثلا نرسم لاين. تمام. واقول له مثلا فروم نقطة معينة فيرست بوينت، عايز ان الحاجة من مكان لمكان. يعني عايز يعني الدايرة دي مثلا عايز اقول له انقلها لي المسافة من هنا لهنا. تمام. لما اقول له موف العادي بتاعنا لازم احددها، فانا ممكن اقول له ايه فروم واقول له مثلا من هنا لهنا مثلا. ممكن اقول له انا عايز لاين من ميد بتوين تو بوينت، فاديله نقطة من هنا مثلا ونقطة من هنا، يبدأ يرسم لي من المسافة اللي بينهم. فكل دي أدوات بتساعدني إن أنا أسرع الشغل بتاعي ويكون دقيق في نقطة محددة، ما يبقاش بتعمل زوم فتلاقي الحاجة مش متلامسة مع بعض والحاجة بعيدة عن بعض.